باسم مجلس عشائر شمال بابل نجدد وقفتنا اليوم الجمعة 25/10/2019 الاحتجاجية التضامنية المساندة للمظاهرات المطالبة بالحقوق ضد الفساد والإفساد والفشل الحكومي المستمر في بلادنا منذ 16 عام، والاستحواذ على مقدرات الشعب على حساب معاناة ومأساة أبناء الشعب الصابر المجاهد. وقفنا اليوم، وقفتنا اليوم هي صرخة وطن، وصرختنا نبحث فيها عن هيبة وطن وكرامة مواطن. نؤكد اليوم ونطالب بما يلي: أولا، حماية المتظاهرين السلميين وعدم المساس بهم. اثنين، ندعو أبناءنا المتظاهرين بعدم الانجرار وراء الأجندات المشبوهة والحفاظ على سلمية مظاهراتهم وعدم حرق أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة فهي ملك الجميع. ثلاثة، ندعو أبناءنا كافة من المتظاهرين والإزة الأمنية بالتعاون فيما بينهم، فالكل أبناء وطن الجريح المسروق. نؤيد دعوة رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر وطني عام للبحث في تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. أربعة، نكرر مطالبنا السابقة والتي أصبحت مطلب شعب عام، وهي إلغاء مجالس المحافظات وليس تجميدها، لأنها أصبحت محل صراعات سياسية وليس خدمية، وبؤرة الفساد في المحافظات.